السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الملعب. البداية مع العناوين. الأمير نواف للاعبين، مباراة تايلاند 3 نقاط فقط. ورصد مكافأة خاصة للفوز، والمسح يقود اجتماع مصارحة. جولة حرة للاعبي الأخضر مساء في ماليزيا. مهرجان البراعم ينطلق، والعدد يجبر المنظمين على الإخلال بالبرنامج. لائحة الانضباط الجديدة تصدر، والعقوبات تصل إلى 1,000,000. الجريني يتساءل، من يرد اعتباري بعد اعتراف رئيس لجنة الحكام؟ رسميا تكليف علي داود برئاسة نادي الوحدة. ولا جا وقت الجد وندي قبل ند، ما علي من الاسماء بلعب وبشر، بطموح ما لاحد واهدافي الاسماء. ولا جا لا جا وقت الجد وندي قبل ند، ما علي من الاسماء بلعب وبشر، بطموح ما لاحد واهدافي الاسماء. الاسماء لا جاء هذا وقت اللاعبين، فعلا هذا وقت صقور الاخضر باذن الله تعالى يوم الثلاثاء القادم امام تايلاند. الكل او يعني كل شيء متوفر، كل شيء يعني طور الجاهزيه الكامله، بقي على اللاعبين ان يؤدوا دورهم داخل الملعب، وكلنا ثقه ان شاء الله ان يعودوا بالنقاط الثلاث. نرحب بضيفنا قبل ان ندخل في التفاصيل. معنا في الاستوديو مدير المركز الاعلامي بنادي الهلال الزميل عبد الكريم الجاسر. مساء الخير ابو يزيد، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا عادل، مساء الخير عليك والساده المشاهدين. وايضا الكاتب في صحيفه الجزيره والصحفي المعروف، نرحب بك. نرحب ايضا بضيفنا الاخر من جده، الكاتب الرياضي الزميل عوض رقعان. مساء الخير ابو سلطان، اهلا وسهلا فيك. مساء الخير، ومساء الخير لعبد الكريم ولمشاهدي القناه الرياضيه السعوديه. اهلا بكما. الى التفاصيل نبدا اولا بالتاكيد بالمنتخب السعودي، وهو الخبر الاهم او بالتاكيد الحدث الاهم في هذه الايام. المنتخب السعودي في ماليزيا يواصل استعداده لمباراه تايلاند بعد ان خاض مباراه وديه تعادل فيها سلبيا مع المنتخب الاندونيسي أمس الجمعة. اليوم أدى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في تمام الساعة 11 من الصباح ميرانه الوحيد ضمن معسكره الإعدادي المقام بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، وذلك استعدادا لمواجهة تايلاند. بالتأكيد كانت هي تدريبات صباحية لهذا اليوم وبقيادة المدرب الهولندي فرانك ريكارد، وبالتأكيد هو كان عبارة عن ميران استرجاعي بعد أن خاض لاعبو المنتخب مباراة ودية قوية أمام المنتخب الإندونيسي انتهت بالتعادل السلبي. من جهة أخرى تقرر أن يجري لاعبو الأخضر تمارينهم يوم غد على فترتين صباحية ومسائية، في 11 صباحا والسادسة مساء، وذلك من أجل وضع التشكيل والتخطيط المناسب الذي سيدخل به ريكارد مباراة تايلاند. يذكر أن اللاعبون أو أن اللاعبين قد حضوا اليوم بجولة حرة مساء بعد أن كان تدريبهم صباحي، جولة حرة في ماليزيا أعطيت للاعبين. اليوم أيضا أجرى الأمير نواف بن فيصل اتصالا ب البعثة المنتخب السعودي الذي يقيم في ماليزيا بالتأكيد، وقدم الأمير نواف شكره لجميع أفراد البعثة من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية على المجهود الذي بذلوه خلال الفترة الماضية. كما طالب الأمير نواف بن فيصل اللاعبين وجميع أعضاء البعثة السعودية بعدم تضخيم المباراة واعتبارها مباراة مصيرية، بل عليهم احترام الخصم والدخول بطموح تحقيق الفوز والعودة من نقاط 3 من تايلاند. كما وعد سمو الرئيس العام برعاية الشباب بتقديم مكافأة خاصة للاعبين في حال الفوز، نظرا لأهمية المباراة ورغبة الجميع
بالعودة القوية للمنافسة على بطاقة التأهل من هذه المجموعة. من جانبه عقد المدير إدارة شؤون المنتخبات ورئيس بعثة المنتخب الأول لكرة القدم الأستاذ محمد المسحل اجتماعا مع لاعبي الأخضر وبحضور مدير المنتخب والفريق الإداري، وتم التباحث بالعديد من الأمور، كما تم التركيز على اللقاء على الحديث عن لقاء تايلاند. وبعدها أصبح اللاعبون أو يعني أصبح الاجتماع ودي أخوي واجتماع مصارحة، تناقش الجميع فيه حول عدد من الأخطاء والسلبيات لتلافيها فور الانتهاء من هذا الاجتماع، وبدت معنويات الجميع مرتفعة لتحقيق الفوز باللقاء القادم بإذن الله تعالى. هذا ما يخص المنتخب. وآخر الأخبار أيضا من المنتخب تؤكد بأن المعنويات هناك عالية، كما يفيد مراسلنا الزميل بدر رافع، ومن خلال الصور الذي قام أيضا بإرسالها اليوم عدد من اللقاءات التي أجريت أكدوا بأن الروح المعنوية عالية وبأنهم متفائلون بالرغم من النتائج السلبية أو النتيجة السلبية التي حققها أمام المنتخب الأندلسي، إلا أنها لا تعدو أن تكون مباراة ودية. عبد الكريم، أول نقطة جاء في بالي وأنا اليوم كنت بناقشها حقيقة، والأمير نواف يعني قطع عليه الطريق بالحديث عن ربما تضخيم، يعني ربما يعني يوقع اللاعبين تحت الضغط، هل لاحظت هالشيء موجود خلال الفترة الماضية؟ أنه هالمباراة وكأنها هي مباراة نهائية وما إلى ذلك، مع العلم أنها صحيح مهمة لكن ما زال في مجال التعويض بعدها لو حدث ما لا نريد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة الجميع اتفق أن المباراة القادمة مباراة مهمة جدا للمنتخب السعودي. نعم. والمنتخب التايلندي منتخب يعني لا يستهان فيه، منتخب تطور كثيرا، لكنه ليس صعبا، يعني ليس من الصعب ان تفوز عليه اذا ما ظهرت بمستوى جيد. الاشكاليه اللي اتمنى ان يحققها هذا الاتصال او يضيف يحل هذا الاتصال من سمو الامير نواف، مساله اعاده الثقه للمنتخب السعودي بعد النتائج المخيبه في كاس اسيا. لانه المنتخب السعودي واضح انه لا زال يعيش في دوامه كاس اسيا من حيث فقدان الثقة، فقدان التوازن، فقدان المعنويات، يعني وكأن هناك إيمان تام بأن هذه هي قدرات المنتخب الحقيقية وهذه هي قدرات اللاعبين. وهذا عمل مهم جدا يعني يلقى على عاتق مدرب الفريق والسيد محمد المسحل مدير إدارة المنتخبات. يجب إعادة الثقة للاعبين، يجب مناقشتهم فردا فردا، يجب إعادة الروح مرة أخرى، التأكيد على أهمية المباراة والتأكيد على ظهور اللاعبين بمستواهم، في نفس الوقت طرح الثقة فيهم. لأنه كان يعني أمس كان في تصريح للسيد رايكارد كان الحقيقة محبط جدا، يعني وكأنه نوع من الاستسلام أنه المنتخب السعودي يعيش مرحلة صعبة في هذه الفترة، وهذا نوع يعني من الإحباط اللي قد يكون أصاب المدرب بعد نتيجة مباراة الأمس. يعني لكل اللي يقول يعني أنه عندي كل شيء متوفر لكن ما في فوز، يعني ما في نتائج، هذه كان استسلام أنه غير قادر على عمل شيء، وهذا شيء يعني سلبي جدا على الفريق. الفريق لا زال يعني يضم أفضل لاعبين الكرة السعودية، هناك بعض اللاعبين بعيدين عن مستوياتهم لأسباب عديدة، قد يكون لدى المدرب الفرصة لاختيار أبرز العناصر، لكن في نفس الوقت أهمية الإعداد النفسي المكثف والتعامل مع اللاعبين بانتشالهم من المرحلة اللي عاشها المنتخب السعودي طوال الفترة الماضية، هذه هي أول علامات النجاح وأول خطوات النجاح. يجب أن تعيد الثقة للاعبين، تعيد الروح، تعيد التعامل مع المنتخب كمنتخب قوي ولا زال قادر على أن يتجاوز مباراة تايلاند، لكنها بالتأكيد تحتاج إلى جهد كبير. طيب، عوض الحديث كان في يعني في الأيام القليلة أو أيام الـ يعني النتائج الغير جيدة عن تحفيز، مو تحفيز المعنويات، كانوا يتحدثون عن التحفيز المادي أنه ربما يكون شبه غائب في المنتخبات، لأنه اللاعب في النادي كل مباراة مكافأة، في حالة تجاوز مرحلة مهمة مكافأة. اليوم تحضر هذه المكافآت، هل تعتقد بأنها فعلا تدارك لخطأ سابق أم أنها ربما يعني نقطة لا تحرك ساكنا؟ لا، هي الفكرة أخوي عادل أنه إحنا سوقنا لهذا الكلام، وممكن اللاعب السعودي مشكلته أنه مو يعني مو محترف بالكامل. يعني لو تلاحظ اللاعب الأوروبيين اللي يقبضوا من أنديتهم، هل هو يتساوى مع ما يقبضوا من منتخبات بلادهم؟ مستحيل. حتى اللاعب العرب مثلا زي لاعب منتخب المغرب، كم بيقبضوا منتخب المغرب كاتحاد، وكم بيقبضوا من الأندية الأوروبية اللي يلعبوا فيها؟ هي مسألة احتراف ومسألة عطاء بالنسبة للعيبة المحترفين، انه انت تقدم في المنتخب مستوى كويس، منتخب جيد، يرتفع سعرك. انا كنت بضيف نقطة مهمة ما ضافه الأخ عبد الكريم،
انه يعني ريكارد بعيدا عن الاحباطات اللي قالها في التصريح، المشكله حتى المباراه الاخيره امام اندونيسيا، يعني انا ممكن الخبره ما بتساعده كمدرب، لكن كلاعب ما اعتقد انه يرضيه هذا المنتخب اللي قابله 94 واحرج المنتخب الهولندي في 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 امريكا. فالمنتخب السعودي يعني في اخر مباراه، اخر شيء كنت اتوقعه، ممكن انا ما اجهل ما افهم في الكوره، انك تغير 6 لاعبين في المباراه الاخيره او البروفه اللي هي حتلعب امام تايلاند. بغض النظر تايلاند كاسم متراجع ولكن كفعل متواجد، والكرة القدم الان الملعب الفاصل. تايلاند تغلبت استراليا على تايلاند بعد ما تايلاند حققت الهدف الاول. تايلاند عندها ناديين وصلوا دور الأربعة في كأس الاتحاد الآسيوي، بل المدرب شايفر مدرب منتخب تايلاند كان زعلان، قال إنه الثقة يعني اللي كنت أتمناها ممكن تراجعت بسبب خروج الناديين اللي يشكل المنتخب التايلندي من هذا الناديين، من هذين الناديين. فأنا أتصور إنه ممكن أشارك عبد الكريم إن نحتاج إلى ثقة للاعبين، نحتاج إلى اهتمام من اللاعبين أنفسهم، يعني بغض النظر عن المدرب عن الإدارة، هل هذا مستوى اللاعب السعودي؟ طيب. يعني تصور فيتنام أمس اليابان تغلبت على فيتنام 1-0، ففيتنام كانت تنغلب بـ 13 هدف. تايلاند مي بعيدة عنا، ولكن الناس بتطور وإحنا للأسف لازلنا يعني كاسم في آسيا. طيب خلينا نشوف، يمكن عادل في نقطة يعني تتعلق ب يعني تأكيد الكلام الزميل عوض، يعني تتعلق بمباراة الأمس. يعني واضح أن المدرب لم يحسم أمره باتجاه طريقة اللعب. يعني تابعنا أنه كيف في الشوط الأول لعب بخمسة لاعبين في الوسط ومهاجم واحد، وفي الشوط الثاني لعب بأربعة لاعبين في الوسط ومهاجمين، وهذا يعني هو ممكن يكون قرر عبد الكريم، لكنه يبغى يريح اللاعبين مثلا واضطر إلى تغيير الطريقة. يعني هو يعني انا اتصور انه دائما اللاعبين المدربين يبدون التشكيله اللي يبغونهم يبدون فيها الشوط الاول، ويمكن ما قرر، ويمكن يعني كل الاحتمالين متاحه، لكن اذا كان قرر يومين وما قرر، لا يعني لما تشوف المدرب يغير تغيير كلي، لو كان قرر في طريقه اللعب سيكون يغير في العناصر فقط، لا تغير طريقه كامله، ما يمكن تغيره بين شوط وشوط. اذا كنت مقرر ممكن تغير في عناصر اللي تنفذ لك اللي هي الادوات اللي تنفذ لك داخل الملعب الطريقه اللي انت حسمت امرك وقررت اللعب فيها. ولذلك واضح ان المدرب لا زال يجرب بين الطرق، وهذه يعني اشكاليه كبيره، لان الوقت المتبقي وقت قليل، يجب ان يختار افضل اللاعبين. طبعا بالنسبه لمثل هذه الظروف بالتاكيد انه اللعب بخمسه لاعبين في الوسط هي يعني مساله اسهل كثيرا، وممكن تغطي عيوب فنيه كثيره داخل الفريق، منها عدم وجود لاعبين اطراف، عدم وجود مهاجمين على مستوى جيد، مقابل انه لديك لاعبين في خط الوسط ممكن ان يصنعوا الفارق ويقدموا. يعني اذا ما اخترت الافضل يكون لديك فريق متوازن داخل الملعب، يتبادل الكرة بشكل جيد، يصنع هجمات بشكل جيد، يؤدي بشكل لا يكشف الدفاع، وفي نفس الوقت أنه ممكن في أي لحظة تسجل. وهذه الطريقة اللي كان المدرب يسعى لها من خلال الطريقتين، ولذلك مهم جدا أنه يعني يحسم أمر طريقة اللعب، اختيار التشكيل، اختيار العناصر، أن يبدأ بالإعداد الفعلي للمباراة من اليوم. هذا الموضوع سنتواصل الحديث عن المنتخب، ولكن هذه المرة الصورة من ماليزيا في أجواء معسكر المنتخب وأيضا أجواء المباراة بالأمس بشكل عام، وفانا بها منفذ الرياضية الزميل بدر رافع.
أتمنى التوفيق إن شاء الله للمنتخب السعودي في المباراة القادمة. عوض أسألك بشكل يعني مختصر أو نقفل الموضوع، هل تعتقد أن المسألة فقط هي مسألة لاعبين في المنتخب السعودي، ومثل ما قلنا متى ما ظهر اللاعبون فإن الموضوع سيختلف كليا، ولا في أشياء أخرى يجب أن نعود نتكلم عنها؟ ما راح نتكلم عنها بس أنا أسأل سؤال عام. لا، هي مسألة لاعبين واستقرار من المدرب على الأدوات اللي حتنفذ عطاء المنتخب في المباراة. فهي موضوع لاعبين، يعني لو بس تسمح لي مقارنة، منتخب تايلند عنده مدرب براين روبسون مرض في شهر يوليو زي المنتخب السعودي، مشي أحضر المدرب شايفر لو كان مدرب منتخب الكاميرون والوحدة والأهلي الأماراتي الألماني. احنا نفس الطريقة، ابعدنا المدرب المؤقت البرازيلي روجيرو واحضرنا ريكارد في نفس المدة وفي نفس الفترة. نعم، شوف نتائج منتخب تايلند وشوف نتائج منتخبنا والعطاء. فبالتالي مسألة لاعبين، انا ما قارن السعودية بتايلند، ولكن كمجموعة ونفس الظروف وامكانياتنا كلاعبين ودوري افضل من الدوري التايلندي، ولكن العطاء يعود للاعبين. والأدلة كثير، 2004 في كأس آسيا خرجنا من الدور الأول، 2007 وصلنا النهائي. اللاعبين السعوديين عطاهم متراجع، بالذات خط المقدمة من كأس آسيا الآن، أعتقد ممكن هدفين لأحرز المهاجمين السعوديين. طيب مسألة أداء لاعبين عبد الكريم، يعني خلي الأمور الثانية، يعني إحنا أكيد لو بنتوسع لكن في المجمل اللاعب هو الخامة اللي أنت تتحكم فيه وتتصرف على كيفك، بإمكانك تعده نفسيا، بإمكانك تعده فنيا، بإمكانك تختار من هذه الخامة ما يناسب طريقة لعبك وجاهزية اللاعب والجاهزية النفسية للاعب في الوقت اللي تحتاجه فيه. ولذلك اللاعب ما في شك أنه دور مهم، هو اللي حيلعب داخل الملعب، لكن أيضا الدور المهم خارج الملعب. يعني يمكن خلينا نتذكر مباراة الهلال مع الاتحاد مثلا، لما فاز الاتحاد في الرياض 3-0 وتم إلغاء عقد السيد كالدرون. يعني كان وضع الفريق الهلالي في وضع مزري على الصعيد النفسي والفني، لكن اللي بعد ما تولى الكابتن سامي الجابر تدريب الفريق يعني عمل على الناحية النفسية، واستطاع أن يقدم مباراة من أفضل مباراة الهلال في جدة أمام الاتحاد، وكان الاتحاد تعادل في آخر لحظة، وقدم نفس الفريق في ظرف 4 أيام مستوى مغاير تماما. هذا أكد لك أهمية الإعداد النفسي، وأن اللاعب تحت تصرفك أنت كيف تشكله وكيف تحكم فيه، وهذا دور كبير لدى المدرب. إذا كان لاعب لسه لاعب، تكلم على لاعب مبتدأ، ما لاعبين الآن مبارياتهم الدولية تجاوزت 50، باقي لسه أنا هيئة نفسيا لا لا ضروري لا لا لا، هذه أمور نفسية. يعني حتى يمكن كثير من الفرق الأوروبية وعندها ناس يعني عندهم خبراء نفسيين وأخصائيين نفسيين. طبعا أنت ما تتكلم كإعداد نفسي، أنت تتكلم لأنك في مرحلة دروب، أنت خارج من كأس آسيا بنتائج سيئة، والمنتخب يمكن آخر 7-8-10 مباريات لم يسجل سوى هدفين. فهذه نقطة مهمة جدا، أنت في مرحلة استثنائية تحتاج أن تتعامل فيها من جميع النواحي. طيب، إذا وضع يعني إذا استمر وضعك وطلعت من المرحلة هذه أوكي، أنت عندك لاعبين ثقتهم كبيرة ومبارياتهم جيدة، لكن المنتخب الآن في مرحلة هبوط شامل في كافة خطوطه. طيب، على الصعيد النفسي وعلى الصعيد الثقة وعلى الصعيد كل هذه الأمور. يبدو أننا فقط بحاجة إلى مباراة واحدة بس انتصار، وأظنها ستكون نقطة إن شاء الله أنها تكون مباراة تايلند. نتمنى إن شاء الله أن تكون المباراة القادمة هي نقطة الارتداد للمنتخب السعودي بعد المستويات السيئة. أظن والله العالم أنها فقط بحاجة إلى مثل هذه المباراة، فقط فوز واحد. اللاعبين الموجودين في المنتخب كل لاعب منهم يشيل فريق في الدوري، نتمنى بإذن الله تعالى أن يكون لهم دور. وواضح من خلال ما يفيدنا مراسلنا بدر رافع أنه في روح معنوية مختلفة جدا، في يعني تقارب بين اللاعبين، في يعني حماس ورغبة فعلا بأنهم تجاوزون هذه المرحلة. ونتمنى إن شاء الله أن تكون كما كانت أجواء المعسكر مختلفة، أن تكون أيضا المباراة مختلفة في ذلك اليوم. في ناس كثير يمكن بعد مباراة اندونيسيا أصابهم شيء من القلق، مبرر هذا القلق ولا تشوف أنه لا مشتقية؟ لا، أنا أشوف أنه شيء إيجابي. يعني دائما لما تكون متحفز وخايف، يعني حتى لو تابعنا مباراة المنتخب السعودي في كثير من الدورات السابقة، لما يكون يعني في مباراة الودية غير جيد تجد أنه في المباراة الرسمية يؤدي بشكل ممتاز، لأنه هناك تحفز، هناك خوف، هناك قلق على نتيجة المباراة. هذه تعطي نوع من التركيز، زيادة التركيز لدى اللاعب. طيب، ولذلك نتمنى إن شاء الله أن تكون يعني القلق اللي أفرزته مباراة أندونيسيا أن يكون ينعكس إيجابيا على الفريق، بحيث طيب أنه يدخل بكامل استعداده وكامل جاهزيته ويكون في قمة التركيز لمثل هذه المباراة، لأنه زي ما قلت لك المباراة صعبة لكن ليست مستحيلة، وبإمكان المنتخب السعودي متى ما ظهر بشكل جيد أن يتمكن من الفوز على المنتخب التايلندي. يعني هذه كرة القدم صحيح تعطي من يعطيها.
لم نكن نتمنى أن يأتي اليوم الذي نتكلم فيه عن مباراة مثل مباراة تايلاند بهذه الصعوبة. إجمالا سنذهب إلى موضوع آخر وهي موضوع انطلاق مهرجان البراعم اليوم في الأحساء. سأقرأ النص الذي جاء من لجنة الإعلام والإحصاء، ثم سنأخذ مراسلنا الذي حضر اليوم لتصوير هذا المهرجان. طبعا احنا نسقنا معهم حتى نصور وأعطونا الجدول حقهم وذهبنا حسب الجدول، ولكن للأسف وجينا بأنهم غادروا، وهناك كثير من التفاصيل بنشرحها إن شاء الله بعد شوية عبر مراسلنا. لكن حسب البيان بأنه انطلقت صباح اليوم بمدينة الأحساء فعاليات أولى المهرجانات بمشروع منتخبات البراعم 2022، وأقيمت الفعاليات على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جروي، وبدأت في تمام الساعة 8 صباحا واستمرت إلى الساعة 12 ظهرا، وذلك بمشاركة أكثر من 250 طالب ممثلون 12 مدرسة في المرحلة الابتدائية والمتوسطة بمنطقة الأحساء. أجرى الأعضاء الأجهزة الفنية المنتخبات العديد من الاختبارات والمسابقات والألعاب الصغيرة واللقاءات الودية بين اللاعبين بهدف الوقوف، وتم اختيار 24 لاعب في نهاية الفعاليات، وتم أخذ بياناتهم وإدخالها في قاعدة البيانات المخصصة لهذه المهرجانات من قبل أعضاء الأجهزة الإدارية بمنتخبات البراعم، وسوف تستمر الفعاليات إلى يوم الخميس المقبل. هذا ما يخص يعني الخبر اللي جاء تقريبا اختصار له. معنا على الهاتف زميلنا اللي تواجد اليوم لتغطية، حسب ما طلبنا منه، لتغطية هذا المهرجان، لأننا يهمنا كثيرا فعلا أنه مثل هالمهرجانات نكون معها، يبدو أنها تحتاج إلى اهتمام من قبل الإعلام، ولذلك آمنا بهذا الدور. معنا الهاتف الزميل بدر العثمان مراسل القناة الرياضية في المنطقة الشرقية. مساء الخير بدر. مساء لك بالخير زميلي عادل، على ضيوفك الكرام وعلى جميع من يتابع الرياضية السعودية وبالتحديد برنامج الملعب. طيب أنت اليوم كان عندك أوردة تصوير لمهرجان البراعم، ذهبت اليوم الساعة 10 لكن ما جبت لنا أي مادة، وش اللي صار؟ نعم بالضبط، احنا اليوم توجهنا بكل تأكيد لمحافظة الأحساء وبالتحديد لملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي. وصلنا إلى الملعب في تمام الساعة 10:20 حسب اتفاقنا طبعا مساء الأمس مع إدارة المنتخب بأن نتواجد لتغطية حفل الافتتاح والبرنامج أيضا، الذي حسب ما وصلنا بأنه يبدأ من الساعة 8 إلى الساعة 12 ظهرا. تواجدنا بالتحديد عند الساعة 10:20 حسب ما اتفقنا مع الإدارة. نعم. عند تواجدنا استغربنا بصراحة عند وصولنا إلى الملعب في المواقف الخارجية قبل دخولنا الملعب، تفاجأنا بخروج الجهاز الفني والإداري من الملعب. عند سؤالنا لهم ما هي الأسباب البرنامج لم يكتمل إلى الموعد المحدد، ذكروا لنا بأن العدد لم يكن كافي من قبل الطلاب المتواجدين، أو لم تكن المدارس بالتحديد دعمتنا بعدد كافي من الطلاب. هذا يعني ما حدث اليوم. أنا أتفاجأ بصراحة من البيان الصادر بأن البرنامج صار إلى الساعة 12:00 بكل تأكيد تواجدنا، ويهمنا كثير أن ننقل دائما تدريبات المنتخبات السعودية بجميع فئاتها بحكم توجيه طبعا صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان المشرف على القناة، وبحكم اهتمامنا أيضا بالمنتخبات السعودية. طيب. في كل فئاتها. بدر، يقولون أنت قلت أنه قالوا لك او حسب ما افادوك بانه العدد لم يكن يعني عدد كبير، وبالتالي ما نستطيع ان نكمل البرنامج كامل، مع العلم انه في بيانهم انه اللاعبين 250 طالب. تقدر تاكد هالمعلومه او تنفيها؟ والله انا ما اللي اتمناه بصراحه انه يكون فعلا هناك 250 طالب، ونتمنى ان تكون في مواهب ايضا تدعم مسيره منتخب براعم المملكه 2022، ولكن اللي اعتقده وحسب يعني وجودي في الوسط الرياضي سابقا بأن يعني مدة ساعتين تقريبا اللي هي من 8 إلى 10 ما تقدر تشوف فيها 250 موهبة، من الصعب جدا أنك تشوف فيها 250 موهبة، ولكن لا أعلم يعني ممكن أن فعلا كانوا متواجدين. أنا بصراحة لم أشاهد بعيني، حاولت أني أستفسر من الإعلاميين المتواجدين، تواصلت مع عدد من الإعلاميين، البعض أكد لي بأن وجوده لم يكن في الوقت الأكيد للبرنامج اللي هو الساعة 8 بدايته، ولكن البعض أكد لي أن أيضا وصلت معلومة من نفس إدارة المنتخب بأن العدد 300، فهناك أيضا فرق بين 250 و300 لعل الأعداد طيب. مختلفة بعض الشيء. طيب إجمالا إن شاء الله نتمنى مرة ثانية نتحاول بدر، وإن شاء الله نوصل أيضا إلى محاولة تغطية هذا المهرجان الجديد من نوعه في السعودية، نتمنى إن شاء الله أن يكون جديد ويكون أيضا مميز. شكرا لك بدر، يعطيك العافية. شكرا لبدر العثمان. عبد الكريم، هذا المهرجان فيما لو طبق كما رسم له على الورق ربما يعني يسميه البعض بأنه ممكن يقول مشروع الحلم بالنسبة للمنتخبات السعودية، إذا كنت تعرف تفاصيله هو تجميع لعدد من اللاعبين في أكثر من منطقة، يختارون منهم مجموعة ويسجلون بياناتهم ويحتفظون فيهم لتكوين
يعني أو فرزهم ثم تكوين منتخب للبراعم؟ هي كفكرة ما في شك أنها فكرة رائعة وفكرة جيدة، يعني في ظل عدم وجود عدد كافي من البراعم في الأندية أو عدد الاهتمام بفئة تحت 12 سنة في الأندية، يعني تكون أقل من فئة الناشئين، وبالتالي ليس لديك مجال الاختيار من الأندية مباشرة، فهذه هي الطريقة المثلى لاختيار لاعبين في هذا السن. لكن الناحية الأهم في الموضوع أنه من يقوم على اختيار هذه العناصر؟ يعني هذه نقطة مهمة جدا. يعني أنت ممكن تبذل جهد كبير في أنك تحضر عدد كبير من اللاعبين زي ما تفضل 250 أو 300 برعم، لكن القدرة على اختيار المواهب هذه ليس أي شخص يستطيع أن يكتشف المواهب. يعني بعض الأشخاص مجرد من لمستين للكورة اللاعب يستطيع أن يعرف أن هذا موهوب أم لا، وبالتالي التركيز على الأجهزة القائمة على هذه التجربة أنا أتصور أنه أهم من العدد اللي يحضر هذه التجربة. يعني لو حضر 50 لاعب لكن هناك ناس قادرين على اختيار العناصر الجيدة ووضع برامج وسق، لا أعتقد أنه سيكون أكثر فائدة. طيب عوض، يبدو أن هذا الموضوع أيضا يحتاج إلى تعاون من الجميع، كما سمعنا قبل قليل بأنه كثير من المدارس ما أرسلت، حسب طبعا إفادة مراسلنا، ما أرسلت يعني بعض الطلاب، ربما يتعثر هذا المهرجان في بعض الأيام بسبب أنه يحتاج إلى دعم وتعاون من الجميع. طبعا هو يبدو أنه في سوء تنسيق بين المسؤولين عن المهرجان وبين المدارس، هذه في وجهة نظري. بس في سؤال مهم، من الساعة 9 للساعة 12 يعني ما أدري المناخ يساعد، يعني إحنا في سويسرا يعني صراحة من 8 ممكن ل10 ممكن، لأنه أطفال والجو الآن ناس عارفة المناخ، ممكن سبب إنهم مشوا بدري بسبب المناخ. فأنا أتصور إنه فكرة جيدة، فكرة مميزة في ظل صراحة قلة إنتاج الأحياء والحواري. يعني طيب. ترجع اللاعبين اللي في المنتخب السعودي كانوا الأبرز والأفضل فترة من الفترات، يوسف الثنيان، ماجد عبد الله، يوسف خميس، صالح النعيمة، هم بدايتهم كان من الحي ومن الحارة. الآن الإنتاج قل في وضع المخططات السكنية الجديدة، ويعني ظهور كثير من المغريات للأطفال اللي بتملأ فراغهم، فبالتالي المهرجانات مثل هذا المهرجان يفترض يكون الاستعداد أفضل، الإمكانيات أفضل، المغريات للأطفال من أجل الحضور تكون أكبر، وبالتالي يعني توجد عدد كبير من هؤلاء الصغار، وتختار المناخ اللي أنا ذكرت في البداية إنه من الساعة 9 للساعة 12 يعني شيء كثير. في جانب آخر، أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم لائحة الانضباط الجديدة في صيغتها المتفقة أو المتفقة مع لائحة الانضباط المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي اعتمدها صاحب السمو الوكيل أمير نواب بن فيصل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ورئيس مجلس إدارة الاتحاد، وتم وضع اللائحة في موقع الاتحاد السعودي على شبكة الانترنت. وكان الاتحاد السعودي قد أعلن في بيان له يوم الأربعاء الماضي أن اللائحة ستسري بشكل رسمي حال نشرها على الموقع الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم على شبكة الانترنت، وذلك يوم السبت 10 اللي هو اليوم من شهر ذي القعدة. طبعا هذه هي لائحة الانضباط، جلسنا نحاول نطبعها اليوم، تقريبا 71 أو يقول المذكرة الجامعية شباب 71 صفحة، هي اللائحة الجديدة، لائحة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم. هذه اللائحة احتوت على كثير من التعديلات، كثير من التغيير عن اللائحة السابقة، وفي نظرة سريعة حقيقة من الصعب ان احنا نشوف 71 صفحة ونقدر نميز ونقارن، قاعدين نحاول ان شاء الله في الايام القادمة نسوي دراسة ومقارنة ما بينها وبين اللائحة السابقة، لكن في نظرة سريعة وجدنا أن هناك توجه في هذه اللائحة إلى يعني تضخيم العقوبات ومضاعفتها في كثير، خصوصا ما يتعلق بالمضاعفات بالعقوبات المالية. بعض العقوبات اللي كانت 30 تحولت إلى 300، يعني صارت العقوبات نتكلم عن مئات الألوف وليست فقط 20 و30 ألف. فيما يخص حتى عقوبات الجماهير تغلظت العقوبات وأصبحت بمئات الألوف، وصلت في بعض المراحل وفي بعض العقوبات إلى عقوبة تصل إلى 1,000,000 ريال طبعا في بعض الحالات وفي بعض البنود طبعا اللي تحصل فيها تلاعب وما إلى ذلك. عشان ما نقدر احنا بس نعطي تفاصيل دقيقة، لأنه من الصعب جدا احنا، أنا كل ما أفتح صفحة ألاقي 300-200 ألف كذا بنظرة سريعة، ويبدو أن هناك توجه جديد لفعلا فرض النظام وضبط الجميع من خلال هذه اللائحة. عبد الكريم، نتكلم بشكل عام،
أتمنى أنك تكون اطلعت على اللائحة، لأنه صعب الواحد يقرأ 70 صفحة، لكن بشكل عام يبدو أن هناك توجه لتغريض العقوبات. شوف الحقيقة يعني يمكن بالمصادفة طبعا أنه اليوم المغرب كنا نتصفح اللائحة مع مستشار النادي ومع العديد من الزملاء الموجودين في النادي. اللوائح ما في شك أنها هي عامل مساعد وعامل منظم، وهي اللي يطالب فيها الجميع حتى تسير عليها كل الأنشطة الرياضية، لكن طريقة اختيار هذه اللوائح وطريقة تطبيقها واختيار ما يلائمك منها هنا الفرق بين كل اتحاد وآخر. الحقيقة أنه في ملاحظات عديدة على اللائحة، يعني في النسخة الأولى اللي أرسلت للأندية يعني الهلال يمكن قدم 12 صفحة من الملاحظات الرئيسية على اللائحة، وأيضا قدم لائحة مقترحة بما يتفق مع اللوائح الموجودة في الاتحادات الدولية. يعني هذه اللائحة في تصوري أنها قريبة جدا من لائحة الاتحاد الإماراتي، وهي تختلف عن اللوائح اللي يطالب فيها الوسط الرياضي. هناك إشكاليات كثيرة، واضح أن اللائحة أخذت من أو يعني عرضت على الفيفا. الفيفا اللوائح الموجودة عنده هي لتنظيم مباريات المنتخبات، والدليل أنه عندك الآن مثلا اللاعب اللي يحصل على بطاقتين صفراوين يوقف مباراة، وهذا شيء غير مقبول. يعني أنت تحتاج أن اللاعبين، يعني المتحدات الثانية تضع 5 بطاقات حتى يوقف اللاعب، أنت تحتاج لأنك تساعد الأندية على الاستفادة من اللاعبين. شو معلش هتشرح لي؟ إذا أخذ اللاعب بطاقتين صفراوين يوقف مباراة، والأدهى والأمر أن اللاعب اللي يقول لك يشارك في مباراة ودية وهو ليس له الأهلية، يعني مثلا لاعب طرد في مباراة رسمية ولن يلعب المباراة القادمة، فأنت مثلا كنادي تريد أن تحافظ على لاعبك في مستوى جيد، أنه يكون يعني يحتفظ برتم كرة القدم وبمستوى بحساسية الكرة، فتنظم مباراة ودية تلعب فيها. لو لعب هذا اللاعب تغرم 300,000 وتسحب وتعتبر خاسر المباراة 3-0. يعني هذه لوائح تطبق على اللقاءات الدولية، اللقاءات اللي تنظم لقاءات المنتخبات، لكن ما يطبق على المباريات المحلية تختلف تماما. يعني حتى أن في بعض الاتحادات كالاتحاد الإنجليزي ممكن اللاعب يطرد في هذه المباراة تؤجل العقوبة إلى المباراة اللي بعد اللي تليها أو هكذا. اللاعب في الدوري الأسباني مثلا 5 بطاقات صفراء يوقف مباراة، لأنه الهدف يعني الهدف كرة القدم، الهدف مساعدة الأندية، الهدف الاستفادة من اللاعبين، الهدف الاستثمار، الهدف الملايين اللي تصرف هذه على الأندية أنه يستفيد منها اللاعب، يستفيد منها التلفزيون، يستفيد منها الإعلان، يستفيد منها المشجع، وليس العقوبة بحد ذاتها. يعني أحد البعض سمى أن هذه لائحة ساهر، لأنه يعني فيها يعني يقول لك اللاعب اللي يخرج كرة القدم من يخرج الكرة من على خط المرمى، نعم عليه غرامة، عليه يعني لاحظ سيطرد وسيحسب عليه ضربة، نعم اللي يبعدها بيده سيحسب عليه ضربة جزاء وسيحسب عليه غرامة 20,000. يعني في تدخل في تفاصيل كرة القدم، يعني كرة القدم هي قانون كرة القدم منظم لهذه الأمور، لا تحتاج إلى فرض غرامات مالية. يعني لاعب مثلا أنت لائحة الانضباط اسمها انضباط، الانضباط يعني السلوك الخارج عن الشيء المألوف، بينما كرة بينما البطاقات والإنذارات وما يحدث داخل كرة القدم هذا جزء من اللعبة، لا يمكن تتجاوز من مجرد يعني مجموعة قانونيين يدخلون في الموضوع ويحطون اقتراحات وفقا لبعض الاتجاهات وبعض الآراء. أنا أتصور أنه في ملاحظات عديدة جدا على اللائحة، وفي نصوص غير مفهومة، يعني حاولنا نفهم إيش المقصود منها لم نستطع فهمها، وفيه مبالغة في المبالغ المادية، في حرمان للأندية من لاعبية. يعني أنت الآن تجي لاعب مثلا تجي النادي لديه 17 لاعب في المنتخبات وتضع له لائحة أنه اللاعب اللي يأخذ كرتين يوقف مباراة، هذا الشيء غير معقول. يعني ما يمكن انه انا لا مباراتين ممكن يحصل على كرتين ثم يوقف المباراة الثالثة. الجميع يعرف انه على الاقل 3 بطاقات وكانت 4 بطاقات وكانت 5 بطاقات. يعني المشرع يضع الشيء اللي يساعد الاندية على الاستفادة من لاعبية، على كرة القدم ان تتطور، على الجماهير ان تحضر المباريات، على الاندية النهاية تبقى. هو اعتمد على الاتحاد الدولي وهو بالتاكيد لا غير صحيح. انا اقول لك الاتحاد الدولي انت ممكن ترسل النسخة اللي انت تبغاها، ترسل الترجمة اللي تبغاها، ترسل الطريقة اللي تبغاها، ممكن توضح. الاتحاد الدولي يعطيك معايير اساسية ويترك لك الحرية زي لائحة الاحتراف. بطاقتها هذه من الأشياء الأساسية، البطاقات الصفراء أظن يعني حسب لا 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 ليست لا. من الفرعيات. شوف إحنا كرة القدم لم تخترع اليوم، كرة القدم موجودة في دوريات العالم كله. أي واحد يتابع كرة القدم يعرف هذه الأمور. بإمكانك تدخل لائحة الاتحاد الإيطالي، الاتحاد الإنجليزي، الاتحاد الأسباني،
خمس بطاقات صفراء يوقف مباراة، اربع بطاقات وثلاث بطاقات، هذا الحد الادنى ثلاث بطاقات. لا انا اقصد انا فاهم، لكن انا اقول لك انه انت تقول الان حاول حافظ على كره القدم. ايه؟ بالتاكيد انه اكثر جهه تريد ان تحافظ على كره القدم هي الاتحاد الدولي. صحيح، ولذلك هو منحك الحريه انك تضع الشيء اللي يتلائم، سمح لبعض الدوريات ان تصل الى خمس بطاقات صفراء لانك انت نادي دافع ملايين ودافع مبالغ، حتى في بعض الاتحادات تضع نظام شراء البطاقه، شراء العقوبه. انه تدفع، شوف يعني حتى في بعض الاتحادات مثلا انت تدفع مبلغ علشان يلغى الكرت عن لاعبك حتى تستفيد منه، والهدف هو مصلحه اللعبه ومصلحه يعني انت جايب لاعب دافع عليه ملايين ودافع مبالغ واستعدادات ومعسكرات ومدربين، ثم مباراتين ويوقف، خصوصا انه عندك حكام، يعني لازم اتكلم عن حكام السعوديين، اي حكم ممكن يمنح كرت بالخطا وبالتالي تضرر اللاعب وتضرر النادي وينعكس على 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 الدوريات بشكل عام. طيب خلينا نشوف راي عوض. الراي يعني في هناك من يقول بانه من اصدر اللائحه يتحدث عن نظام يجب ان يفرض حتى لو بالقوه، وبالتاكيد حتى لو كان رادعا يعني يجب ان يكون يعني بهذه الطريقه، وراي لاخر ربما مثله ايضا عبد الكريم الجاسر بانه يجب ان نترك مساحه لكره القدم. لا، هو الوضع الواضح انه لجنة الانضباط عملت على انه تجي تعمل بعض القرارات وباستشارة من الفيفا، يصير اي نادي لو اشتكى للمحكمة الرياضية يكون يعني قطع لجنة الانضباط قطعت عليه الطريق، بمعنى صح يعني قفلت عليه الطريق. فانا اتصور هذا اكبر خطأ، واذا كان تبى تطبق هذه العقوبة انا اسأل في المقابل هذه لجنة الانضباط، هل هيئة دوري المحترفين منحت الأندية الغير صاحبة رعاية خاصة لغير خمسة الأندية اللي عندها رعاية الاتصالات أو موبايلي، إيش دخل هذه الأندية التسعة الأندية من نقل التلفزيوني، من رعاية زين، من تويوتا الآن، من طيران الأمارات؟ أنت الآن أوجدت عقوبات، الأندية التسعة لكي تنافس في الرابطة والهيئة مع الأندية الأخرى اللي عندها إمكانيات إيش منحتها؟ طالما أنت عملت عقوبات إيش الحوافز؟ أما موضوع العقوبات، وطبعا أنا قلت لك في البداية معروف إذا أنت تحتاج إلى لائحة داخلية الأندية كنت اعتمدت على أحد من الاتحادات الوسط اللي له اتحاد شديد في الانضباط أو اتحاد يعني رخو. أما عملية الفراغ اللي ترك لك هي الفيفا، حتى عملية انتقالات الآن جمنا في قطر وفي الأمارات، عملية الانتقالات غير عملية الانتقالات بين الأندية لدينا، والبعض كان يتساءل، وأنا يعني مو مدح فترة كتبت قلت إنه الفيفا فعلا منح لكل اتحاد إنه يتحرك في مسألة بعض الإشكاليات داخل الاتحاد. طيب، ولكن انت وجدت العقوبات، ايش هي الحوافز لهذه الأندية عشان تواكب الأندية اللي عندها؟ واحنا سمعنا هذا الكلام من فترات سابقة من رابطة المحترفين او هيئة المحترفين. طيب بعدين عادل يعني خلي بس سؤال، بس انا بقول لك اوصل لك نقطة في صدق. يعني هل يعقل انه اللائحة تصل الى المباريات الودية؟ هذا دليل انها مأخوذة من لائحة المنتخبات. طيب ليش ما نقول في جانب دقيقة آخر؟ دقيقة، لا لا بس فهمت النقطة. واضح السؤال. المباريات الدولية تلعب فيها مباريات ودية للمنتخبات. صحيح. هذه أوكي مباراتين ومهمة وتعتبر زي الرسمية. لكن أنا عندي مباراة مثلا مع الحمادة اليوم. يعني هل يعقلني أحرم لاعبين طيب من المشاركة فيها؟ ليش أو تطبق عليها عقوبات الدوري تطبق على مباريات ودية؟ ليش ما يعني هذا غير مقبول. طيب ليش ما أقول يا عبد الكريم في جانب آخر إنه هذه اللائحة الآن اللاعب اللي كان يستهين في حصول على بطاقة صفراء بغض النظر عن تصرفات الحكام، اللاعب اللي كان يستهين في إخراج هدف من المرمى بهذه الطريقة ويقول يعني كلها مخالفة، ما في هذه ما في تستطيع. أليست هذه القرارات نوعا ما العقوبة؟ شوف عادل يعني أنا فاهم على الأقل يعني تقلل مثلا العقوبة داخل الملعب، ليس مطلوب من لجنة الانضباط أن تتدخل في كرة القدم، هذه هي طبيعة كرة القدم، هذه مسؤولية الإدارة النادي، مسؤولية الانضباط، مسألة انضباطية. يعني هل انت يعني انت باللائحه هذه هل حيضبطون المباراه بالضبط كيف اجل بعد تدخلون في الخطط تدخلون في مدري مين؟ هذا شيء غير مقبول. يضبط التصرفات اللي تحت التصرف انت قلتها التصرفات اللي خارج النظام، لاعب ضرب بدون كره، لاعب شتم جماهير، لاعب سوى حركه، لاعب اوكي، لكن شيء من صميم كره القدم وموضوع لها قانون في كره القدم،
هذه غير يعني هل تتصور انت انه مقبول انه تطبق اللائحه هذه على مباريات وديه؟ لا يقول لك تحسب النتيجه 3-0 يعني فزت اليوم تنحسب 3 يعني في اشياء بديهيه واضح انها ليست لدوري وليست لانديه. وبعدين انت طيب انت احنا الان نتحجج نقول والله الفيفا هذه متوافقه مع الفيفا. طيب اذا انت متوافق مع الفيفا طيب طبق كل ما يصدر من الفيفا. الحين الحريم اذا قلت لهم انه الشرع اربع طيب. الشرع اربع قالت ما اخذت من الشرع الا الاربع خذ كل الشرع. طيب انت الان خلي اعطيني خذ لعيبتي قبل 5 ايام انا امشي معك على الفيفا. وهذه اذا كانت مطبقه على مستوى الانديه في الفيفا انا لا اعتقد انها مطبقه ابدا. لكن اذا كل شيء عبد الكريم نقول والله مثل هالطريقه ما راح نتقدم يعني شوف اذا كنا اذا تبغون تسوون كل شيء اتركوا كل شيء ما راح نتقدم بهذه الطريقه. شوف احنا لازم نقول راينا بصراحه والغلط نقول عليه غلط ونحن نتكلم على الصالح العام. انا ما اتكلم يعني بصفتي امثل الهلال ولا هو هذا راي الهلال هذا رايي انا كمتابع وواحد طيب. من 25 سنه في الوسط الرياضي ومتابع لكره القدم العالميه وللمباريات وكل شيء. هذا الكلام ضد مصلحه كره القدم يعني ما يمكن تمنع. انا الان اذا لاعب عندي موقف رسميا وما عندي فرصه العبه احتاج انه يكون في فورمه كره القدم اذا حنظم مباراه وديه تجي اللائحه تمنعني من ان اشاركه في المباراه الوديه يعني ما يدخل العقل. لا ممكن ما تجي. معليش اعطيك مبرر عشان هذا اللاعب مره ثانيه اذا بغى ينطرد يحسب 1000 حساب. لا يا اخي هذا خليه ينطرد خليه ينطرد. الطرد جزء من كره القدم خليه ينطرد طالما انه هو طيب. انطرد في لعبه في كره القدم واشتراكه وعرقله او شد هذه لعبه كره القدم وهذه حلاوه كره القدم. لكن تجي انت تتدخل تغير قانون كره القدم من خلال انظمه اضافيه او طيب. او طيب الحقيقه عادل. طيب تفضل يا اسمع تفضل يا عوض. البارح يعني ممكن لاعب منتخب انجلترا روني طرد نعم فهل يعقل انه يتوقف بعد كذا لو في مباراه وديه؟ طيب. يعني هذول الانجليز هم من شرع كره القدم الانجليز قبل الفيفا. طيب والفيفا يكون في علمك اذا كان بيغير في قانون اللعبه يرجع للبورد. البورد اللي منهم انجلترا اسكتلندا ويلز ايرلندا. فيعني احنا اذا بنجيب شيء المشرعين اللي اخترعوا كره القدم ما عملوا. طيب فيما يخص القرارات اللي لها علاقه بالانضباط اللي نتكلم عن التصرفات انت مؤيد لتغليظها بهذه الطريقه؟ والله شوف اي شيء يضبط التصرفات ويوقف السلوك الرياضي غير السوي بالتاكيد انه طيب. لكن السلوك الرياضي لما يجي لاعب يطلع كره من المرمى هذا مو سلوك رياضي غير سوي. هذا سلوك جزء من كره القدم ومتعتها. وفي بعض يعني الان عندك سواريز لا بالعكس سلوك غير رياضي. ليش يا اخي؟ لا سلوك بالعكس. الان عندك سواريز في مباراه في كاس العالم مباراه الاورجواي طلع كره قدم امام غانا كره من على خط المرمى في الدقيقه طيب. 90 هذا غير رياضي سلوك. طيب لا هذا جزء من كره هذه متعه كره القدم. انت كذا تتدخل في 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 كره القدم تفاصيله. هذا شيء موجود في كرة القدم ما لك علاقة فيه أنت لا كلجنة انضباط ولا أي شيء. اللاعب سواريز أبعد كرة الكرة من على خط المرمى وطرد لأنه عقوبته موجودة في القانون. طرد طيب. وضربة جزاء موجودة ما تحتاج أنه تتدخل فيها. طيب فخلينا نقول طرد وحسب ضربة جزاء كان ممكن تغير موازين المباراة وأنه غانا تتأهل إلى دور الأربعة. ضاعت ضربة الجسم هذه الجزاء واستمرت المباراة فكان اللاعب سوى خدمة لفريقه بإعادة كرة لاعب منفرد في المرمى تشده وتاخذ طيب. تحسب ضربة جزاء بحيث انه ممكن تضيع الضربة لان هي اصلا جول. هذه تفاصيل كرة القدم ما حد يتدخل فيها. هذه جزء رئيسي من كرة القدم طيب. ومتعتها اللي من 100 سنة. لكن نجي نحط قوانين تتخالف وتتعارض مع هذه انا اتصور ان احنا يجب ان نقول راينا بصراحه وانا طيب. يعني اقول الراي هذا بدون اي تحفظ لانه هذا شيء يمس كره القدم ويجب الحفاظ عليها طيب. اذا عندك قوانين للخارجين للهتافات لاي شيء صاير هذه انت معها انت 100% ما يحتاج مع تغليظها حتى وتغليظها الى حتى لو قال لك انا مليون ريال على الجمهور انا اقول من حقك انت صح. مشرع هذا من صلاحياتك لكن تتجاوز الى قانون كرة القدم طيب. وواحد يعيق لاعب او ياخذ كارت او ينطرد تقول له تعال ليش تنطرد؟ هذه هي متعة الكرة، هذا جزء من كرة القدم. طيب، انا ان شاء الله خلال الفترة القادمة يعني بنحاول قدر المستطاع ان يعني نسوي دراسة بس لبعض هالجزئيات اللي تكلم عنها عبد الكريم وتكلم عنها عوض في بعض التفاصيل اللي فيها تدخل وفي بعض التفاصيل اللي فيها تغيير وفيها تغليظ. بنحاول ان شاء الله يعني مع انه صعب انك 70 صفحه ممكن ترصدها كلها لكن ناخذ الابرز منها ان شاء الله ونعرضها وان شاء الله يكون معنا اتصال ايضا من
احد المسؤولين في الاتحاد في عاد لو شفت يمكن لو تم الاتصال بالانديه كل نادي كان عنده عده ملاحظات. الهلال 12 صفحه على 12 فقره في اللائحه كلها زي ما قلت لك كانت تتعلق في ذي ورفعت لاتحاد كره القدم وكتم اللائحه القديمه لا لما لهذه لما ولكن لم يؤخذ باي واحده منها وبالتالي هم يقول لك الان انه هذه اللائحه عرضت على الانديه ولذلك لن نسمع لاي احتجاج لان اللائحه عرضت. طيب احنا قلنا راينا والانديه قالت رايها ولم يؤخذ بها ولا راي من اللي ارسلتوه انتم تقريبا تعديلات طفيفه ما غير جوهريه وما لها علاقه. طيب حنروح نرجع مره ثانيه موضوع بس المنتخب البراعم. معنا على الهاتف الزميل سلطان الجلمود المنسق الاعلامي لمنتخبات البراعم. مساء الخير سلطان. مساء الخير اخوي عادل ومسي عليك ومسي على الاستاذ عبد الكريم والاستاذ عوض وعلى المشاهدين الكرام. اهلا وسهلا فيك يا غالي. هل اكتمل اليوم كيف هو اليوم الاول اولا اجمالا بالنسبه للمهرجان وهل فعلا انه لم تستطيعوا ان تكملون الوقت المحدد بسبب انه يعني عدد قليل موجود في المهرجان؟ ولله الحمد يعني انطلق اليوم اولى المهرجانات في مشروع المنتخبات البراعم 2022 وكان ماشي حسب الاليه المرسومه له بمشاركه 12 مدرسه من المرحله الابتدائيه والمتوسطه. نعم. طبعا كانت الاعداد الطلاب حوالي 250 حسب ما هو مرسوم يعني لفئه 14 سنه. نعم. عندنا في مدينه الاحساء حيشارك 24 مدرسه حسب الترتيب مع وزاره التربيه والتعليم. نعم. طبعا كانوا متواجدين مشرفي التربيه والتعليم للنشاط الرياضي بالاضافه الى منسوبي الاجهزه الفنيه والاداريه للمنتخب. طبعا جميع من حضر شارك وجميع المدارس التزمت بالحضور. أنا أستغرب صراحة يعني من ما ذكرها الأستاذ بندر العثمان. بندر نعم. أي نعم. يعني اختتمت الفعاليات تقريبا في تمام الساعة 11:30. الأخ بندر حضر إلى مدينة الأمير عبد الله المجلوي في تمام 11:30 ونحن كأعضاء أجهزة فنية وإدارية قد أكملنا عملنا لهذا اليوم. وتم مشاهدة جميع اللاعبين. تم تقليص الوقت كان يفترض انه تكون مده المناورات 30 دقيقه تم تقليصها الى 25 دقيقه. يعني هذا اللي حدث بسبب الاجواء الحاره. ولكن ذكر الاخ بدر انه حاضر الى الملعب الساعه 10:30 وهذا غير صحيح اطلاقا. طيب معليش انتم مو مفترض من 8 الى 12 سلطان؟ يفترض بس انه يعني اكملنا عملنا في تمام 11:30. طيب انت ما قلت انت بالتنسيق مع الاخ بدر كان يفترض ان يحضر في تمام الساعه 9. ولكن تفاجانا انه لم يحضر الا في تمام الساعه 11:30. اها يعني ما جلس الساعه 11. اي نعم. وانتم كملتكم برنامجكم اليوم طبيعي؟ برنامجنا اكتمل حسب الاعداد يعني ما تفضلت انه 12 مدرسه شاركت بواقع وكل المدارس ارسلت عدد المطلوب المتفق عليه. نعم حسب العدد المطلوب حسب العدد المتفق وهذه الآلية عن طريق وزارة التربية والتعليم اللي كانوا مشكورين ومتعاونين معنا. وانت ما قلت البدر العثمان هناك انه في مدارس ما اكملت العدد؟ لم انا شخصيا ايه لم اتكلم يعني انا تفاجأت بحضورهم متأخرا وقدم اعتذار عن التأخير بسبب كما ذكر لي انه لم يعني لم يستطيع اعتقد انه كان في مدينة الدمام حضر مدينة الدمام لم استطع الوصول إلا في تمام الساعة 11:30. أها طيب شكرا لك سلطان. شكرا يعطيك العافية. إذا هذه الصورة بالتأكيد إحنا عندنا كلامنا واضح ومراسلنا أفاد بما لديه وهي مش قضية في النهاية لكن إحنا بس لأنه ما طلع التقرير اليوم ولا طلع فسألنا قلنا ليش فقال إنه في أعداد ما اكتملت في كذا وكذا وكذا فإحنا فقط من باب إن إحنا نوضح الصورة للمشاهدين وما في أكثر من كذا يعني فتح مجال للجميع وبالتأكيد احنا نعرف أن سلطان بيطلع يقول مثل هالكلام احنا عارفين ومع ذلك فتحنا الباب للجميع لأنه في النهاية الموضوع يظل يعني مش قضية ولا عندنا مسألة خاصة يعني أو شخصية. عموما حنروح لموضوع ثاني موضوع سلمان القريني. بالأمس أو قبل أيام طبعا تعرفون أنه أصدر قرار ل بإيقاف الكابتن سلمان القريني مباراة بسبب طبعا ما حدث حسب ما روي
من اعتراض من قبله وتم استبعاده من المباراة، ثم صدر قرار بحقه من قبل لجنة الانضباط. طبعا قبل أيام أيضا وفي حديث لرئيس لجنة الحكام في اجتماع الشهري مع الإعلاميين، قال بأن ذلك بأن قرار الحكم لم يوفق في استبعاده للجريني وأنه كان مخطئا في ذلك. الجريني يتساءل ويوضح وهو معنا على الهاتف الكابتن سلمان الجريني مدير الكرة بنادي النصر. مساء الخير أبو حمد. أبو حمد مساء الخير. ألو مساء الخير أبو حمد. السلام عليكم. عليكم السلام، هلا يا غالي حياك الله. مساك الله بالخير استاذ عادل وتحية الضيوف. أهلا وسهلا فيك. ترفعوا لي صوت الكابتن سلمان لو شوي عشان نسمع. كابتن قبل قليل كنت تتحدث عن استئناف مؤخر الذي رفعته، أولا هل صدر أي شيء بحق هذا الاستئناف؟ هل وصلكم شيء؟ هل سألت عن خلال الفترة الماضية؟ والله طبعا ما سألت، لكن لم يحدث حتى الآن، لم يحدث أي شيء. رغم الاستئناف يعني تقريبا تقدمت به يعني قبل أكثر من 11 أو 12 يوم. ويعني وصلنا القرار يمكن يوم الثلاثاء في الليل، انا تقدمت الاستئناف يعني الساعه يمكن 12 او 1 الظهر يوم الاربعاء، وانا تقدمت بالاستئناف. طبعا العقوبه نفذت ولا حضرت مباراه الفتح، والى الان لم يصدر اي شيء من لجنه الاستئناف. طيب سمعت الحديث عمر المهنا؟ نقل لي صراحة لما استمع له، لكن حتى أنتم طرحتوا يبدو لي في برنامج في برنامج الملعب في قبل فترة. صحيح. لكن طبعا بالنسبة لي طبعا أشكر الأستاذ عمر المهنا، طبعا ثقتنا في لجنة الحكام برئاسته يعني ما لها حدود، والأستاذ عمر من يوم يعني تولى رئاسة اللجنة ونرى فيه ان شاء الله يعني متفائلين ان شاء الله انه يعني تطور لجنه الحكام وشفافيته، والان حتى هذا الاجتماع الشهري يعني اعتقد انه برضه مفيد للحكام وللاعلام وللرياضيين للاستفاده طبعا لمناقشه الاخطاء. فسمعت يعني الكلام اللي او نقل لي الكلام صراحه لم اسمع صراحه، لكن نقل لي وكان في شفافيه يعني من الاستاذ عمر، طبعا لعله يكون فيها فائدة للحكام وللرياضيين سواء للإداريين أو للاعبين أو للحكام، لأن الهدف في المجمل تطوير الرياضة السعودية. وهذه خطوة أنا بالنسبة لي ترى تقدمت بالاستئناف يعني لعلها تكون خطوة في التطوير يعني على أساس استفاد منه، لأن يبدو لي أن الحكام بعض الحكام ولا يعني لنا يعني ثقتنا في حكامنا إن شاء الله كبيرة، لكن بعض الحكام يبدو لي يعني لأن أنا اللي أزعجني من الموضوع يعني الاستبعاد أوكي يعني استبعد الواحد، وكان حتى شكل طريقة الاستبعاد وده يعني فيها شوي أنا أحس إن فيها شوي ما نبقى إلى عدم احترام، لكن يعني فيها شوي نوع من التسلط، أنا أقدر أسميه التسلط يعني يعني حتى الشكل اللي صار فيه. لذلك يبدو لي يعني ما كان له داعي حتى الإشارات الحكم والأشياء هذه يعني لا 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 مهما كان لازم يحترم الشخص أنه يؤدي مهمة، يعني كل الناس الموجودين في الملعب كلهم يؤدون مهمات في طيب. الملعب ما جاءوا يعني كذا عبث، كل واحد له مهمة طيب. كل واحد يفترض أنه عارف اللي له واللي عليه، ولا وضعت العقوبات ولا اللجان إلا لتصحيح بعض الأشياء. أنت ما أحيانا يعني الأسلوب مهم، الأسلوب صراحة مهم حتى في التعامل يعني لازم نتقي حتى في طيب. التعامل. هل يكفيك أبو حمد معليش، هل يكفي عشان الوقت، هل يكفي اعتراف المهنة أنت برأيك تعشر بأنه هذا كافي وخلاص الاستئناف بالنسبة لك لم يعد مهما؟ لا أنا بالنسبة لي الاستئناف ترى مين بعملية إنه رد اعتبار أو لا، الاستئناف يعني أنا خليها جزء من ثقافتنا الآن إننا ثقافة التطوير. نعم. لأن على أساس يعني أنا أتوقع بعد الاستئناف هذا أتوقع يعني حتى يعني العاقل بعد برضه يعني أتوقع الحكام حتى خاصة الحكام يعني اللي يكون حكم رابع يعني أتوقع أنه بيأخذ حسابه بعد المناقشة اللي صارت، ويعني لأن مكتوب في القرار كثرة الاعتراضات واللي فهمت أنه سأل الحكم الرابع قال وش ما رد، وهذه مشكلة يعني من يفسر الاعتراضات هذا السؤال يعني أنا أعتقد أن الحكام
يعني زي ما قلت ثقتنا فيهم كبيرة وعلاقتنا بهم ممتازة ونتمنى التطوير، لكن من يفسر الحاجة الاعتراض وش هو العقاب؟ أنا يعني إذا جينا نقيس على هذه أعرضها على المنطق، المباراة كانت في بداية الموسم ضد الفيصلي إن الفائزين الدقيقة 25 من الشوط الأول لم يطلع علي أي لقطة تلفزيونية في الاعتراض، كيف طيب من يفسر الاعتراض؟ لذلك يعني أنا أشكر لجنة الحكام، أشكر بصدق الأستاذ عمر لتوضيح الحاجة هذه حتى يستفيد منها الآخرين. معليش أنا أتحمل هذا، لكن هذه نتركها جزء من ثقافة التطوير، أنها تكون خطوة في تطوير كرة القدم عندنا، وهذا جزء الحكم مهم. أنا أعرف أنهم يتعرضوا لصعوبات وضغوط الحكام، لكن برضو هذه جزء من تطوير الرياضة عندنا. إذا تطور الحكم وكانت ثقته في نفسه أكبر، لأنه يملك السلطة، يفترض أن تكون ثقته في نفسه أكبر لأنه يملك أصلا سلطة القرار في المباراة. وضحت الصورة، شكرا لك أبو حمد، أعطيك العافية، شكرا على الاتصال، شكرا على التواصل معنا. بنأخذ تعليق في الموضوع هذا، لكن عشان ما اتصال ثاني لا نريد أن نطيل عليه في الانتظار. تلقت اليوم إدارة نادي الوحدة اليوم خطابا من رئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف، يفيد بتكليف إدارة جديدة لرئاسة نادي الوحدة برئاسة الأستاذ علي داود، وتكليف الدكتور زايد الحارثي نائب للرئيس، والنايف الزايدي أمين عام للنادي، ولطفي لبان أمين للصندوق، وعضوية كل من الأستاذ محمود البيطار ودخيل الأحمدي وعبد الكريم المسفر ومحمد الحساني وخالد سيف الدين وعلوي كامل وعادل عساس، مع حفظ الألقاب طبعا للجميع. طبعا يذكر أن صارت أنباء في الفترة الأخيرة بأن السيد جمال التونسي كان قد تقدم باستقالته لإدارة للرئاسة العامة رعاية الشباب. معنا على الهاتف السيد جمال التونسي رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة السابق. مساء الخير أبو رامي وأهلا وسهلا فيك. أهلا، مساك الله برد أخوي عادل، نرحب فيك الكرام. أهلا وسهلا فيك بعد صمت طويل. سيد جمال، اليوم حسب بحثت عن خبر رسمي بإفادة حول موضوع هل استقلت أم أقلت، حقيقة أنا أعتذر لك لكن لم أجد على وكالة الأنباء الرسمية ولا موقع الاتحاد السعودي أي خبر يفيد بأنك سواء استقلت أو أقلت، يعني ما في شيء رسمي حتى الآن، تعطينا المعلومة الرسمية الصحيحة. لا حقيقة أنه صدر القرار اليوم من الرئيس العام بقبول الاستقالة وتكليف مجلس إدارة جديد للنادي لمدة سنتين. طيب يعني أنت تقدمت باستقالة سابقة في الأوقات، يعني كانت المعلومات صحيحة بأنك قدمت استقالة؟ والله أنا قدمت استقالة بناء على رغبة سمو الأمير. كيف هذه يا أبو رامي؟ يعني على أساس أنا بلغني بها الأستاذ الشيخ صالح كامل بناء على رغبة سموه أنه على أساس أقدم استقالتي، وبناء عليه إحنا كمجلس إدارة قدمنا استقالاتنا جميعا. كانت يعني كانت الرغبة واضحة وصريحة ولا تلميحات أبو رامي؟ والله كانت واضحة وصريحة من الشيخ صالح كامل لي أنا حقيقة، وأنا أشكره على صراحته المتناهية في هذا الموضوع، وبناء على كلامه احنا قدمنا استقالتنا للرئيس العام لرعاية الشباب نزولا عند رغبة سموه، والحمد لله على كل حال انه هو قبل الاستقالة، ونشكره على رياحيته وقبوله استقالتنا كمجلس إدارة. طيب ما ذكروا لك اي اسباب ابو رامي حول انه ليش الامير نواف يطلب منك الاستقالة، في اسباب معينة ولا فقط مجرد رغبة نقلت لك؟ والله الآن ما هو وقتها الآن، ولكن لكل حادث حديث إن شاء الله. هذا وقتها أبو رامي، خلاص أنت طلعت الآن من النادي وما عاد في شيء يتخبى يعني. لا لسه، لأنه لما نسأل لسه ما سلمنا ولا سلمنا ولا أي حاجة، إحنا صدر القرار وإن شاء الله يتم الاستلام والتسليم، وإن شاء الله ربنا يختار ما فيه الخير. يعني ما كانت لنادينا ويوفق الإدارة الجديدة لخدمة النادي، وأتمنى أنه من الجميع أنهم يلتفوا حوالين النادي ويكونوا مع قلبا وقالبا، ولا يكونوا على أساس أنه إيش اختلفوا معهم وبعدين يصير زي ما صار فينا يصير فيهم. طيب إذا كان، بس اسمح لي سيد جمال، إذا كان الأمير نواف يرغب في أنك أنت تستقيل، لماذا لم يصدر هو قرار، لماذا يرسل يعني يشير لك بأنك استقالة، فقط يعني من باب الاحترام والتقدير لك، ولا كان ينتظر منك مثلا قرار آخر؟ والله حقيقة يعني هذا شيء راجع لسموه،
وأنا أشكره على رغبته. وإحنا بالنسبة لنا كأعضاء مجلس إدارة يعني نزولا عند رغبة سموه إحنا ما عندنا أي مانع، وهذه خدمة للوطن ويجب علينا أننا إحنا نحترم رأيه ورأي الشيخ صالح كامل الذي بلغنا برغبة سموه. طيب أنت تشوف برامي أنك فعلت شيء يستحق أنك تستقيل؟ والله أنا التاريخ يعني يشهد بالنسبة لي، أنا كمجلس إدارة من السابق الحمد لله حققنا إنجازات عدة، حققنا المركز الثالث في دوري زين، وحققنا الحمد لله كأس ولي العهد منذ 43 عام المركز الثاني، وحققنا المركز الرابع في كأس خادم الحرمين الشريفين، ومثلنا المملكة خارجيا مرتين في البطولة العربية، وهذا أكبر دليل. ما بقى علينا غير المركز الأول، وإن شاء الله الإدارة الجيدة دي إن شاء الله هي اللي تحقق المركز الأول. كيف وضع النادي الآن بعد ما تركته؟ أنت بتسلمه في وضع جيد ولا بتسلمه في وضع متهالك؟ والله إحنا بالنسبة لنا النادي في وضع جيد بالنسبة له من الناحية الفنية والإدارية وكل حاجة، وما ينقصه إلا الدعم المادي. فإن شاء الله ربنا يوفق الإدارة الموجودة ويوفق رئيس أعضاء الشرف وأعضاء الشرف في دعم النادي ماديا، لأنه من غير المادة لا يمكن النادي أن يخطو خطوة للأمام. بكل أمانة طيب. يجب أن يكون في دعم قوي للنادي من أجل المحافظة والعودة مرة أخرى لدوري زين إن شاء الله. تشعر بأنك أبو رامي بعد كل الإنجازات اللي وردت سردتها أنت بأنك ظلمت بمثل هذا القرار وأنك ما أنصفت؟ أنا أعتبر نفسي أنا فخور بما أنجزته، وما أعتبر بالنسبة لي أنه كلمة ظلمت هذه، أنا الحمد لله أديت اللي علي وأنا مرضي ضميري والحمد لله على كل حال، وهذه شرف لي أني أخدم مكة المكرمة وأخدم نادي الوحدة. أسأل الله لهم التوفيق إن شاء الله. نعم. وربنا يوفق الجميع إن شاء الله. متى راح تقول كل شيء يا برامي؟ نعم؟ متى راح تقول كل شيء؟ متى راح تكشف كل شيء؟ مش الوقت المناسب بالنسبة لك متى يعني؟ إن شاء الله ربنا كريم، الله يختار ما فيه الخير إذا جاء الوقت المناسب إن شاء الله يكون كل شيء. طيب. لكل حادث حديث. شكرا لك سيد جمال توسي رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة سابقا، يعطيك العافية، والذي أفاد بأنه قد قدم استقالته وأنه ورد اليوم إفادة بقبول استقالته وتكليف علي داود رئيسا. ذكر بأن استقال لأن الشيخ صالح كامل على حد كلام جمال تونسي هو من نقل رغبة الرئيس العام رعاية الشباب إليه بأن يستقيل، وبالتالي هو لبى هذه الرغبة لاحترامه وتقديره لقرارات الرئيس العام ولرغباته. سنتوقف الآن مع فاصل ثم نعود بعد الفاصل للتعليق على هذه الأحداث الأخيرة وكذلك أخبار أخرى بعد الفاصل، نتابع في الجزء الثاني. الخبير التحكيمي للملعب سأعيد تجربة اليابان في السعودية، ويؤكد الأجنبي مرغوب في كل الدول والاجتماع الشهري إيجابي. ذوي الاحتياجات الخاصة يتحدثون عن معاناتهم في الملاعب. الهلال يتصدر كأس فيصل والاتحاد يلاحقه بفارق الأهداف. الملعب تيوب الجمهور السعودي في ماليزيا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني من الملعب. نرحب بضيفينا عبد الكريم الجاسر لا يحتاج تعريف، عوض رقعان أيضا لا يحتاج تعريف آخر من جدة، نرحب بهما. بالتأكيد كنا قبل الفاصل نتحدث عن قضيتين، سأبدأ بالحديث عن قضية سلمان القريني أو موضوع الذي أثاره. عندي دقيقة لكل موضوع بس باختصار. عبد الكريم، سلمان القريني يتحدث عن أنه مسألة مبدأ وأنه يجب على الإنسان وما يسكت ويرضخ لبعض القرارات، يجب أن يعني نرسخ ثقافة الاستئناف والبحث عن الحق. بالتأكيد أنه الكابتن سلمان القريني من خيرة الإداريين على مستوى الأندية السعودية، واتخاذه هذا القرار يعني جاء لشعوره بالظلم، لكن بالنسبة لقرارات الحكام هي دائما قرارات نهائية، حتى لو كان رأي رئيس لجنة الحكام أو رأي أي محلل آخر أنه لا يستحق الطرد، فإن هذا لا يغير من الأمر شيء. لكن هناك قرار لإيقاف اللي هو. إيه نعم، لكن
يفترض أن يكون هناك جاوب في مسألة العقوبة المالية، لأنه طالما هناك يعني اتفق على عدم أحقيته بالطرد، إذن العقوبة المالية يجب أن تسقط. طيب. الإيقاف أوكي هو قرار حكم انتهى الموضوع، لكن بالنسبة للعقوبة المالية أعتقد أنه من حقه أن يرد اعتباره بإلغاء العقوبة المالية. طيب هي رد اعتبار في النهاية. صحيح. طيب عوض رئيس لجنة الحكام يتكلم مع حكام بأنه استبعاد القريني خطأ، هذا القرار انبنى عليه قرار انضباطي ب يعني بإيقاف مباراة واحدة، طبعا طبقت العقوبة إجمالا، ماذا نريد الآن؟ ماذا يريد سلمان القريني برأيك؟ ماذا يستحق هذا الرجل؟ طبعا سلمان القريني واجه ما شاء الله عاصفة من الانتقادات ومن الهجوم صراحة، من الاتهامات العام الماضي، الخلاف اللي كان بينه وبين عمر عساوي أحد الإعلاميين، فيعني يا ريت نادي النصر استقر على مدرب زي ما استقر على سلمان القريني. أنا أتصور أنه هو كلاعب سابق ومتمرس ورياضي، عوض معلش مسألة بالنسبة له، خلينا بس يعني موضوع هذا التفصيل، أتكلم عن هذا الموضوع بالذات، موضوع أنه رئيس لجنة يعترف بأنه هذا خطأ وطبق عليه القرار، هذا شيء جميل. ننتظر من لجنة الاستئناف إيش الآن؟ أنها مثل ما قال عبد الكريم أنه تنظر في القرار، ولا يعني تواصل في اتخاذ قرارها؟ لا لا، تنظر في القرار وتتأسف للاعب، إيش المشكلة؟ أو قصدي الإداري يعني يستحق أنت مثل هذا التصرف برأيك؟ بالعكس، أنت إذا أخطأت تعترف بخطأك، هذا شيء يعني يحسب لك أنت ولا يحسب عليك. طيب في موضوع جمال تونسي عبد الكريم، طبعا احنا كنا اشرنا قبل اسبوعين او ثلاثه بانه في بعض التلميحات وصلت الى جمال تونسي بانه استقيل. اليوم جمال تونسي يقول بانه استقلت بناء على رغبه واضحه وصريحه ومباشره من الامير نواف نقلها صالح كامل له. شوف، هو الاستاذ جمال تونسي يعني من الناس اللي خدموا نادي الوحده، وكان له يعني دور كبير في التاريخ الحديث لنادي الوحده، وفي الفريق الجيد اللي قدمه نادي الوحده في السنوات الماضيه، ولذلك هو يعني يغادر منصبه، وش كان شعور طيب انه يتمنى انه فريق الوحده ايضا يحقق انجازات جيده في الاداره مع الاداره القادمه، وايضا تمنى انه الاداره القادمه توفق في قياده النادي، فهذا شيء الحقيقه جميل وايجابي جدا بالنسبه لبرامي. لماذا برايك تم اتخاذ هذه الرغبه؟ لماذا جاءت من الامير نواف؟ كان في شيء يستحق؟ والله ما يعني انا صحيح لست متابع جيد لاوضاع نادي الوحده، ومن الصعب جدا ان يعني اعلق على مثل هذا الموضوع. طيب. لكن انا رايي في الاستاذ ابو رامي انه من خيره الناس اللي خدموا، والشخص اللي دائما يبحث لمصلحه ناديه يحترم الجميع، لانه يضحي ويقدم لمصلحه النادي، وهذا الشيء اللي نتمنى يكون موجود في كل الانديه. عوض، طبعا هو القرار واضح انه على الاحتجاج، يعني في وجهه نظري انا، وعلى المبالغه والمطالبة والظهور الإعلامي المستمر من جمال تونسي تجاه الاتحاد السعودي لكرة القدم، مع أنه في العلم يعني الأخ جمال كان في وضع القرار كان يتحمل مسؤولية هو مشرف على الفريق حاتم خيامي، أنه أهملوا الدوري واهتموا بكأس ولي العهد، وهذا شيء كان واضح على عكس نادي الاتفاق. فالكلام وحتى الكلام في بداية وعملية البربغندا اللي صارت على موضوع نادي الوحدة والظلم اللي تعرض له بقرار مو موجود في اللائحة، ولكن جمال تونسي كان يقول الصلاة في التأخير لمباراة التعاون، والمشرف على الفريق حاتم خيمي يقول المدرب كان بيتأخر لأنه خطته بعد متأخرة يعني. بس عوض خلينا من التفاصيل معليش، لأنه هذه تفاصيل صارت ممرة. لا لا لا، الموضوع مو حكاية تفاصيل، الموضوع واضح. أنت سألتني عادل على أساس أنه القرار طلب الاستقالة، فأنا قلت لك السبب. السبب اللي هو إيش برأيك؟ الإعلامي، الظهور الإعلامي والاحتجاج ضد اتحاد الكورة. طيب تمام، أنه القرار صدر. أنت تتوقع أنه مثلا ممكن الأمير نواف يتخذ قرار برئيس نادي بسبب أنه يظهر إعلاميين ويتكلم ويحتاج ويطالب بحقه؟ لا لا، الاحتجاج ضد اتحاد الكورة هذا. طيب. كان واضح، أنا قلت لك مبرر. هذا ممكن سبب. مرجعية الأندية ليست محترفة، الأندية السعودية كاسم كنادي مو كفريق كرة قدم، حتى اتحاد آسيوي بيتكلم عن فريق كرة قدم هو اللي يطلب منه الاحتراف، ولكن كنادي مرجعية الرئيس العام رعاية الشباب، وهذا شيء مشروع له ويحق له. طيب عبد الكريم، توقع أنه فعلا مسألة فقط أحد الأسباب هذه اللي قالها عوض، أنه مسألة أنه ظهور الإعلام الكثير والاحتجاج على قرار الاتحاد السعودي ليس من حقه؟ والله ما أعتقد. الاتحاد السعودي يعني كان الأمير نواف كان واضح جدا أنه من حق نادي الوحدة أن يذهب إلى الفيفا، وذهب معهم إلى الفيفا، وكان فيه مقاضاة وفيه إعطائهم كامل حقوقهم على صعيد إثبات حقية القرار وصحة القرار، بالتالي ليس هناك أي داعي يستدعي مثل هذا التوجه. طيب
ذوي الاحتياجات الخاصة الذين بالتأكيد فرحوا كثيرا بالقرار الأخير يعني تجهيز بعض المنشآت الخاصة فيهم أو التجهيزات الخاصة فيهم داخل الملاعب السعودية. طبعا سجلنا هذا التقرير قبل أن تحدث مثل هذه التجهيزات، ولكن هم كان لهم مطالب عامة وجهوها للمسؤولين، ومن حقهم علينا أن بالتأكيد ننقلها لكم. نتابع ذوي الاحتياجات الخاصة مطالبهم معاناتهم في الملاعب السعودية مع الزميل عبد العزيز الحنين. حياك الله. تعبان؟ لا شوف، عشان النصر عادي، عشان النصر يستاهل. اتكلم معك تعبان بحكم انك تاخذ تقطع المسافة الكبيرة. شوف بالنسبة للنصر اقطع، لكن بالنسبة لمواضيع ذوي الاحتياجات الخاصة معاناتهم الله يعين. انا اتكلم، اتمنى ان كلامي ما يكون يعني كذا بس يسمعون المسؤولين ويمشوه، يعني اتمنى انهم يصير شيء يعني ذوي الاحتياجات الخاصة. يا رجال مسافة بعيدة اولا، والامن والله انا ما اسنقنا الامن مو متعاون. ها شوف الامن يناظروننا مو متعاون. انا كعبوني من اخر الملعب ديورت، كل واحد يشتري على الثاني، روح امس تعال، ما في معاون ابد. ويلا شكرا. كرت اعاقه وريتهم اياه؟ اي طلعتهم. طيب طبعا معك هذا الكرت رفضوا يدخلونك؟ لا ما رفضوا يدخلوني، كل واحد يشتري على البوابه، اقول لهم وين بوابه المعاقين، كل واحد يشتري على البوابه. يلا امس ورا هذا لين اخر شيء. صراحة بغيت تهاوش مع واحد قال لي خلاص ما يصير خاطرك الا طيب، اخذني وداني بالقوه. واجه مصاعب اذا جيت تحضر مباريات؟ اكيد انا من اهل السرقيه طبعا، ملعب السرقيه كذلك، يعني ما اخفي عليك. كل الملاعب يعني؟ كل الملاعب. يعني تبغى مكان مخصص لك؟ مكان مخصص، مكاني حلو، بس يا اخي يتعاونون زي الزحمه، يقول لك روح منا يمين يسار يضبطك، يعني انت ما انت بعارف. انا زي من اهل السرقيه ماني عارف ملعب الرياض زي كذا. تجي من الشرقيه عشان النصر؟ انا والله اني مرقد بمدينه السلطان وجيت للنصر بالرياض مرقد. وجه عندك وصحتك كذا يا رجال؟ صحتي لعين العالمي، لعين العالمي جمهوره. احنا كاتبين هذا الاقتراح، مني كاتب المدرجات انه يكون في اي جهه من هذه بورا اللاعبين او فوق له مدرج يدخل رمب على طول، يدخل تطلع المعاقين 30 الى 40 كرسي تكفيهم، يكون فاضي بدون كراسي طبعا تطلع، بس ما يطلع فيه الا صاحب الكراسي اللي هو. ايش قدمت الاقتراح هذا؟ عشان ارتاح انا، وبعدين برد تحت، ولو جاء مطر، لو جت كوره قويه، انا في اشياء كثيره من الشيء هذا. طيب من خلال ما تشوفه من العديد من الحضور، يعني مختلفين نوع الاعاقه وكذا، هل تتوقع ان مطالبكم هذه في اللي بتكون المقصوره الخاصه لكم هي افضل حل؟ اكيد افضل حل، ولهم اصلا مدخل من هناك ولا من اي طريقه ثانيه، لكن هنا صعب. في الحين مثل اللي بالعكازات هذه، شوف مسافه اكثر من 500 متر يمشي، شوف مسافه من السياره اللي هنا ما يوصل له منتهي، ما يصلح الكلام ذا. طيب لو نبغاك توجه رساله للمسؤولين ايش تقول؟ المسؤولين هم عارفيني، المسؤولين برضو انا كلمت سلمان المشان، استاذ سلمان المشان، وكلمت الامير سلطان بن فهد قبل كذا، وعنده اقتراحاتي من 4 سنوات، وانا مقترح لهم شيء 4 صفحات مسويها لهم للخاصين المعاقين، كل بهذه عندهم بروقات مؤقته وصلحوها، ما بقل المنصه حقتنا، كل شيء سووه لنا ما عدا المجلس لنا بس هذا. طبعا مشاهدي الكرام، طبعا من هنا من كوريا، من تحديدا من كوريا الجنوبيه، وفي ملعب سونغنا بنعطيكم الفرق طبعا بين استاد الملك فهد الدولي وايضا الملاعب السعوديه وملعب سونغنا طبعا الملعب الكوريا. نشوف مثل اللي قاعدين نشاهده كيف ان هناك اماكن مخصصه لذوي الاحتياجات الخاصه وايضا للمرافق الخاص بذوي الاحتياجات الخاصه، هي في اكثر من جهه. اذا تابعناها في هذا الملعب نتابع ان كل ذوي احتياجات خاصه يا اما يكون مع مرافق مرافقين، هناك العديد من الاماكن تحديدا اللي نشاهدها للعربات المخصصه. طبعا مشاهدي الكرام نحب نذكر ان هناك ايضا لفت ينقل من ارضيه تحت، من الارضيه المواقف الخاصه بالباركينج الى هذا المكان للدخول، وبتحديدا بهذه العربات. اذا هذه الصوره طبعا اخر التقرير كان اثناء تاديه الزميل عبد العزيز لاحد المباريات في كوريا، استقل وجوده وشاهد مثل هالمشاهد وصورها للمقارنة. بالتأكيد يعني نذكر بأنه في خطوات أجريت مؤخرا بعض التجهيزات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة. عوض في نص دقيقة. عبد الكريم. عبد الكريم.
انا مقدر انا الضغط خلص خلص. طيب والله ما تسمع انا جربت التجربه. طيب شوف هي يعني تقاس حضاره الامم في مدى اهتمامها بمثل هذه الفئه من الناس. نعم. وهذا شيء الحقيقه يعني قرار رائع وتوجه جدا ممتاز من قبل سمو الامير نواف بن فيصل بالتوجيه بتحديد ملاعب او مواقع في الملاعب للانديه لذوي الاحتياجات الخاصه. ولذلك اتصور ان مثل هذا الامر سيكون يعني جدا ايجابي ونتمنى ان يتعمم في كل ملاعب المملكه. طيب. الشيء الايجابي في الموضوع اللي شفناه في كوريا انه دمج هؤلاء الناس في 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 المجتمع. نعم. يعني دون تحديد مكان معين لهم. يعني شاهدنا المواقع العربات بين المدرجات. صحيح. وهذا شيء جيد واحد اهداف يعني احد اهداف تقديم الرعايه لذوي الاحتياجات الخاصه هو دمجهم في المجتمع وجعلهم مثلهم مثل اي شخص اخر من خلال تهيئه الاماكن اللي تسهل وصولهم للمواقع وتحركاتهم. هذه امور ان شاء الله يعني ما دام بدات باذن الله ستشمل كل الانديه. نتمنى ذلك ان شاء الله. في جانب اخر والزميل عبد الله عضيبي حين تواجد في احد المباريات التقى بالخبير التحكيمي للجنه الحكام بالاتحاد السعودي لكره القدم وتحدث معه عن كثير من الامور. حقيقه حديث يعني فيه شيء من الاهميه ويستحق ايضا للمتابعه. نتابع الجزء الاول من حديث عبد الله عضيبي مع الخبير التحكيمي للجنه الحكام. اليوم نقول ما هو سبب تواجد خبير لجنه التحكيم من انجلترا في مثل هذه المباراه او حتى في المملكه مبدئيا؟ I come to Saudi for the third time. يقول جاء للسعوديه ثلاث مرات. Two times prior with Dammam and Unesa. جاء العنيزة وجاء الدمام دورة الصعود. On each occasion, it is to improve referees. يقول جاي لتطور عشان يطور الحكام. اليوم كيف يشاهد؟ يعني إحنا الآن ما بين الثقة في الحكم المحلي وما بين جلب الحكم الأجنبي. كيف يرى الواقع هو؟ Foreign referee. What is the impact? I think the problem is everyone looks at foreign referee. يقول أعتقد أن الجميع يبون الحكم الأجنبي. You should concentrate on the development of your own referees. يقول قاعدين إحنا نركز نطور الحكام. I spent 2 years in Japan. يقول كنت في اليابان. Working with their referees. يقول كنت أعمل مع الحكام في اليابان لمدة سنتين. And we focus completely on Japan referees. كنا نركز على أن الحكام كاملية الحكام اليابان. يقول واخر شيء نجحنا انه كان حكم رابع في نهائي كاس العالم ياباني. لان كنا نركز على نفس الحكام اليابانيين وهذا السبب وصلنا. يقول ما كنا ننظر للحكام الاخرين كنا ننظر بس حكامنا. يقول انا لهذا السبب جيت للسعوديه عشان ان نركز على حكامنا ما ننظر للحكام الاخرين للتطوير. على مستوى الخامة الحكم السعودي على مستوى الخامة قياسا بما شهده من خبرات تحكيمية في العالم أو حتى على مستوى مقارنة في اليابان، هل لدينا الإمكانية أن نطور مثل هذه الخامات الموجودة؟ هل فعلا لدينا النجوم اللي تحتاج الصقل في عالم التحكيم؟ There is talent in Saudi Arabia. بالطبع. There is basic quality. يقول عندنا الجودة الأساسية جيدة. يقول عشان نتطور للتطوير لازم نركز على حكامنا ما نركز على حكام الآخرين. عندنا حنا أساس جيد. يقول لأنه حنا حكام سعوديين جيدين مو حكام أجانب جيدين. لدينا حكام النخبة حكام جيدين. مرداسي فهد المرداسي فهد العريني خليل الغامدي كتاني عمطرف القحطاني عبد العزيز الفنيطل جاي قادم. هذا حكم جيد هو مرشح للدولية. يعني يقول عندما نعمل معه إن شاء الله والتطوير بيكون حكم جيد. إذن عدى خمسة حكام بالتأكيد يراهم أنهم مؤهلين وقادرين على إدارة المباريات الدولية. في الجزء الثاني سأله عبد الله عضيبي عن رأيه في الاجتماع الشهري الذي يعقده رئيس لجنة الحكام مع حكامه بحضور الإعلاميين، كيف يرى هذه الخطوة؟ لماذا تفضل الأندية الحكم غير المحلي
your opinion about why the team, all of the team, favorite foreign referee? What's your opinion? Everyone thinks the foreign team, foreign player is better. الكل اللي يعتقد إن الحكم الأجنبي أفضل. In England Premier League. يقول في الدوري الإنجليزي. Overseas players. يقول كلهم يشوفون اللاعبين. Everyone thinks foreign is better. يقول كل العالم يشوف إن الأجنبي أفضل. حتى بإنجلترا اللاعبين الأجانب أفضل من اللاعبين المحليين. Sometimes correct. يقول بعض الأحيان صحيح. بس مو دائم. أسأل أيضا في ذات الجانب، هل لدينا حساسية مختلفة عن ما يكون في العالم تجاه الحكام؟ يعني غالبا احنا نشاهد تصاريح، نشاهد احاديث من لاعبين، هل هذا موجود خارجي ام انه احنا عندنا حساسيه مختلفه؟ same about referee. What about there is allergic for referee, no need to referee. Saudi referee or England referee, yeah. same yeah. In England exactly the same. يقول بإنجلترا نفسه بالضبط. No one likes referee. يقول ما نحب الحكام. نفس الحكام المحليين يتكلم هو. بس الحكم جدا مهم عشان تطلع مباراة حلوة. في خطوتين مختلفة تقوم هنا في المملكة، يعني اليوم من يتحدث عن الحكم يجد العقوبة على مستوى الإداريين أو حتى على مستوى اللاعبين، هذا من تنظيم هيئة دوري المحترفين. كيف يرى هذه الخطوة في دعم الحكم؟ There is a corruption, I think. Really? Really. In England. بس بتعيد لي الخطوة الثانية. يقول في إنجلترا وفي أوروبا. We encourage conversation. إذا بتكلم كذا. Because we feel it develops understanding. يقول نشعر إذا نشعر إن صاروا يتفهمون الموضوع هذا، إن ما حد يتكلم عن الحكام. But if Saudi says no talking. يقول إذا بالسعودية ما بيتكلمون كويس إنه ما بيتكلمون يعني، بس الخطوة الثانية ما قلتها ما أعرف. الفقرة الثانية إنه لجنة الحكام تصارح حكامها بالأخطاء بوجود وسائل الإعلام، هل هذا شيء صحي برأيه؟ The committee ask media to meeting with referee. Yes. That's good or not? Good idea. Really good. يقول فكرة جيدة جدا. يقول لازم نخليهم قريبين من بعض. يقول عشان يتفهمون الجميع وش اللي صاير عندنا في التحكيم. يقول لأن الإعلام جدا جدا مهم للعمل. The media can make the referee look good and give people understanding. يقول عشان الإعلام يشوفون الحكام يبدون جيدين والناس اللي برا يفهمون وش اللي صاير داخل، لأن كل الناس ما يدرون. حديث بالتأكيد مليء بالعناوين. عوض، تعليق سريع. طبعا شيء جميل وجود خبير من الدوري الإنجليزي كعرق دوري في العالم، ولكن احنا نتمنى انه الناحية المادية تكون افضل بالنسبة للحكم المحلي. نعم. انه عندنا خامات جيدة، وهو ذكر يعني انا اتكلم عن فهد المرداس بالضبط، مو العام الماضي اولت العام. كان مميز صراحة. نعم. فانا وكان دليل صراحة انه لدينا حكام، على عكس في فترة من الفترات ما شاء الله كان في حكام مستواهم متراجع جدا. طيب، ففكرة جيدة، استمرار الفكرة، ضخ وجوه جديدة بالإضافة إلى الدعم المادي للحكم المحلي كي يواكب التطور. لاعب محترف. طيب. يقبض راتب ومقدم عقد، في المقابل حكم 800 ريال مكافأة. يعني في جاب كبير بينهم. طيب عبد الكريم، يبدو أن المسألة هي مسألة ثقة في كل الدول، ليس لدينا فقط، يعني هو يقول نفس يحدث ما يحدث عندكم يحدث عندنا. صحيح. الكل يعني يرحب بالأجنبي أو الغير محلي. التعامل مع الحكام يكاد يكون يعني أو ردة الفعل قد تكون واحدة، بل أن في إنجلترا يمكن تكون عنيفة جدا، لأنه فعلا في حكام يقول لا نحب الحكام. في إنجلترا في حكام يعني على مستوى جدا رديء، ولذلك مشاكل التحكيم في إنجلترا كبيرة جدا. لكن احنا اذا اردنا نتطور لا يجب ان نركز على الاشخاص، نحتاج الى برامج. يعني انا الان لا اريد هذا الحكم يعمل او هذا الخبير يعمل مع الحكام بشكل، اريد ان يضع برامج وخطط طويله المدى لكيفيه تطوير الحكم السعودي، لان عمله هذا عمل وقتي ينتهي ويزول بزوال هذا الشخص، كما حدث كما حدث مع الخبراء السابقين. نريد وضع آليات لكيفية اختيار الحكام، وضع آليات لكيفية تدريبهم، وضع آليات للمكافآت اللي يعطونا، وضع آليات لكيفية اختيار الحكم للمباراة، ومن هو الحكم اللي يجب أن يختار للمباراة وفقا لآلية الاتحاد الإنجليزي مثلا.
حسب التقارير اللي يقدمها حسب التقييم اللي يكون له. هذا هو العمل المؤسسي. لكن إذا كان مجرد جيب شخص يعتبر لك كخبير يعني هذا ما حيضيف شيء، يحتاج لك إلى يضع لك برامج، يضع لك خطط، حتى لو كان بعيد عن الواجهة وبعيد عن الالتقاء بالحكام نهائيا، لأن الحكم يحتاج إلى برامج حتى تقطف الثمار بعد فترة طويلة. طيب هو إيمان تحدث في بداية الحديث أنه كان سأعيد تجربة اليابان في المملكة، أنه وصلنا لمرحلة أنه حكم رابع في نهائي كأس العالم ياباني، ويبدو نتحدث عن مسألة طويلة الأمد. أتمنى أن تكون الصورة يعني مثل ليست كما قلت، إنما تكون طويلة الأمد كما طلبت. في جانب آخر، اليوم أقيمت عدد المباريات في كأس الأمير فيصل بن فهد. سنتهج الآن نتائج المباريات اللي أقيمت اليوم. الهلال لعب مع الرائد وتغلب عليه بخمسة أهداف دون مقابل. الشباب لعب مع الاتفاق وتعادلوا بهدف لهدف. الاتحاد يفوز على النصر بهدف دون مقابل. الأهلي يفوز على الأنصار 3-0. التعاون يخسر من القادسية 3-2. ونجران والفتح انتهت بفوز الفتح بأربعة أهداف مقابل 3. هجر والفيصلي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما. هذا هو ترتيب بالتأكيد الفرق بعد نهاية هذه الجولة، وهي الجولة الخامسة من كأس الأمير فيصل بن فهد. الهلال يتصدر بالتأكيد بفارق الأهداف عن الاتحاد الذي يأتي بعده بنفس الرصيد من النقاط. أخيرا الملعب تيوب اليوم هي من اختيارنا في ماليزيا وفي مباراة المنتخب السعودي مع المنتخب الأندلسي. الجمهور السعودي يحضر هذه المباراة ويشجع ويؤازر المنتخب. هذه لقطة من تشجيع المنتخب أو الجماهير السعودية في ماليزيا. هذا هو وقت اللاعبين. بالتأكيد جماهير تنتظر من اللاعبين أن يقدموا لهم ما يستحقون في هذا المنتخب الذي ابتعدنا كثيرا فيه عن الانتصارات وعن أجواء الفرح والسرور. نتمنى أن تكون هي الثلاثاء هي نقطة البداية في رحلة الأفراح. أشكر ضيوفي عبد الكريم الجاسر المدير مركز الإعلام في نادي الهلال والصحفي المعروف، يعطيك العافية. شكرا جزيلا. يا هلا وسهلا. شكرا أيضا لضيفنا من جدة عوض رجعان الكاتب الرياضي في صحيفة الرياضية، يعطيك العافية عوض. الله يسلمك. تسلم. شكرا لكم. شكرا لمدير التحرير اليوم عبد العزيز الناجي، فريق الإعداد أو أسرة التحرير صالح المرشد ومعاذ الحميدي. شكرا أيضا لزملاء من المونتاج فهد الودعان وعادل الزهراني. مخرجنا سلطان الفريدي يودعكم. غدا إن شاء الله نلقاكم في حلقة جديدة. تحيات رئيس التحرير غانم القحطاني. إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من مساء الرياضية، أهلا وسهلا بكم. أرحب في البداية مع نخبة من الأسماء التي نعتز بها ونفخر في وسطنا الرياضي اليوم، لأول مرة الكابتن القدير فهد الكلثم، لاعب نادي الشباب سابقا. مساء الخير أخ فهد، ولاعب في الاتحاد. الأستاذ جمال عارف لابد يذكر الاتحاد، ومعنا الأستاذ الإعلام الرياضي عيد الثقيل، والإعلام الرياضي الأستاذ أحمد الشمراني، والإعلامي الرياضي الأستاذ جمال عارف، والإعلامي الرياضي الأستاذ خلف ملفي، والإعلامي الرياضي الأستاذ عبد الكريم الزامل. أهلا وسهلا بكم في مساء الرياضية، ومع مخرجنا عبد العزيز الوليعي ومحمد النجيري في الإعداد. طبعا هذا الأسبوع هو أسبوع الوفاء، إن طبعا صح التعبير. في جدة كرم الأمير سلطان بن فهد بعد 8 سنوات من انطلاق دورة ألعاب التضامن الإسلامية الأولى التي نجحت نجاحا كبيرا في جدة ومكة المكرمة والطائف. وبعد ذلك أيضا بالأمس أيضا كان تكريم للأمير محمد العبدالله الفيصل بعد رحيله بإطلاق اسم ملعب أو استاد النادي الأهلي على باسم الأمير محمد العبدالله الفيصل بعد موافقة من الأمير سلطان بن فهد بن عبد العزيز.